انا طالعه في الفيديو ده ادعي واتحاسبن عليك يا راموس يا ابن ام راموس. ان شاء الله تبقى تفرمك عربيه كده على الدائري وتقطعك وما نعرفش نلمك ونلمك من كل حته يا راموس الكلب. ان شاء الله زي ما كسرت فرحتنا وقهرت 100 مليون مصري وباقي الاخوه العرب تنشك ان شاء الله في قلبك يا قدر يا كريم، وما تعرف تشوف الملعب تاني ولا تعرف تشوط كرة برجلك يا بعيد. انت ورونالدو الحقود اللي بيقول على البطل بتاعنا ان هو قصير. قصير ايه يا عيبة اللعيبه اللي كنت بتبص له النهارده في الملعب بكل حقد عشان هو احسن منك. ان شاء الله ان شاء الله تنشكوا كلكم في قلبكم زي ما كسرتوا فرحتنا والراجل مش هيلعب في كاس العالم وهنخسر يا كلاب يا وطين. ان شاء الله تنشلوا كلكم نفر نفر بكل الفرق باذن الله. وانت يا راموس ان شاء الله ربنا مش هيسيبك على اللي انت عملته يا واطي يا نبي يا زباله يا حقير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نطلع عليك يوم الجمعه باذن الله يحرقك.